هذا المشروع هيو بنجح وإنجازاته متوالية. قبل أيام كان في كفر صور إنجاز التسوية النهائية في كفر صور، واليوم في عنبتة وفي كفر رمان. يعني هذا تعاون أهل البلد وتعاون المجالس البلدية حقق يعني أو قصر من المسافات طويلة. احنا يعني هذا مشروع وطني بامتياز سنستمر فيه، مدعوم بدعم كامل من فخامة الرئيس وهو يواجه الاحتلال الإسرائيلي في حفظ الأرض وأيضا في نزع الفتيل في المشاكل اللي بتصير بين أهلنا في الملكيات، وأيضا يمهد الطريق نحو الاستثمار. بنشكر الهيئة وبنشكر أهلنا والمتعاونين جميعا في هذا المشروع. إن شاء الله عن قريب في تسويات نهائية قادمة إن شاء الله.